Resident Evil 9، واحدة من الألعاب القادمة اللي انت اكيد تحب تسمع عنها تسريبات. واليوم جبت لك تسريبات عن اغلب الشخصيات اللي راح تجي في لعبة Resident Evil 9. لا تنسى اللايك والمتابعة وخلونا نبدأ. الشخصية الاولى والفخمة اللي انا اشوفها افضل شخصية ممكن تمثل هذا السلسلة في الجزء التاسع، كريس حيكون هو الشخصية الاساسية يا عيال، وهو البطل. ومع الاسف الشديد لعشاق كريس حيكون اخر ظهور له. طبعا يعني ما هو عارف، Resident Evil 9 قصتها بين Resident Evil 8 وقبل إضافة روز، وانتوا عارفين انه روز اتدربت على يد كريس وعمرها كان 16 يمكن في الإضافة. كريس كم كان عمره؟ فمن المنطقي انه في بين هذه الفترتين يكون كريس آخر ظهور له في سلسلة Resident Evil، لانه بعد إضافة روز الرجال كبر في السن ما له اي هرج. الشخصية الثانية اللي معانا حتكون هي شخصية جيل، بس لا تتحمس شويتين، شخصية جيل حيكون ظهورها زي ايدا. شفت ايدا مع ليون لما تظهر وتختفي ومدري ايش هرجة فرعية زي كذا حتكون جيل، ما حتكون شخصية اساسية تلعب فيها، مدري ليش، الله اعلم، هذه تسريبات اوكي، لكن في الغالب هذا هو اللي حيصير. الناس تبغى ليون وجيل مع بعض، لكن انا اشوف المنطقة اكثر انه منه مسيرة كريس في Resident Evil 9. ايش رايك بهذه التسريبات؟